نعم، يقول إذا اختلف عالمان في مسألة فماذا تصنع هكذا؟ نعم، طبعا الأصل تأخذ بقول أعلمهما. طيب من تثق فيه أكثر ترى أنه أعلم، تسأل طلبة العلم أو كذا من من هؤلاء أعلم، فيقول لك فلان أعلم فتأخذ بقوله، تأخذ بقول الأعلم. طيب أما إذا لم يتبين لك فأنت في الأصل ما كان ينبغي لك أن تبحث إذا ما كنت يعني طالب علم، لكن إذا يعني سمعت قولين في المسألة تذهب إلى أحدهما تسأله، تقول ما حكم هذه المسألة؟ يقول كذا. تقول طيب في قول إن كذا، كيف نرد عليه؟ يذكر لك الأدلة مثلا أن القول الثاني غير صحيح لأن كذا وكذا وكذا، انتهى الأمر، تأخذ بقوله. نعم، إلا إذا لم تقتنع مثلا تأخذ بالقول الثاني، ما في بأس.